يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات اللي بقى. انا مثلا بيكون في حلقه جديده وفيديو جديد ويوم جديد، ولو عندك شويه جمبري وعاوزه تعمليه بطريقه جديده وجميله وهتعجب ولادك حتى لو ما بياكلوهوش هياكلوه ويطلبوه منك على طول، تعالي نشوف حلقه النهارده. هنعمل الجمبري البوتر فلاي بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه بنشيل الكيس الرملي بعد ما بنفتح الظهر مش البطن، بنشيل الكيس الرملي بعد ما بنفتح الظهر مش البطن زي ما انتوا شايفين، وبنعمل شقات خفيفه كده من الجنب بحيث ان الجمبريه بتاعتك لما تنزليها في الطاسه ما تكشش وتتبرم، تفضل مفروده زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. هاتي منديل كده او تحت الحنفيه، ولكن انا عشان التصوير عملت معاكم واحده واتنين عشان اوريكم انا بفتح الجمبريه ازاي، وبعد كده هكمل غسيل الجمبري بتاعي تحت الحنفيه بتاعتي. بس هنا جبت منديل عشان خاطر اوريكم انا بطلع الكيس الرمل ازاي. بعد ما غسلنا الجمبري كويس جدا وحطيناه في شوية مية 10 دقايق بندعة ليمون، يعني عصرة ليمونة مش للآخر، نص ليمونة مش للآخر، وبعد كده 5 دقايق 10 دقايق بالكتير بتبتدي ان انت تصفي المية بتاعتك وتشطفيه علشان خاطر ما يتهريش معاكي. ده كده شكل الجمبري بتاعي بعد ما صفى خالص. هبتدي بقى اجيب التتبيلة بتاعتي، شوية شبت وعليها عصره ليمونتين كبار زي ما هنشوف دلوقتي، وعليها شويه ملح وشويه فلفل اسود. هنحط التوابل دي كلها مع معلقه مستردة وشويه زيت، امشي مع الخطوات بتاعتي بالراحه. شويه بقدونس، عليها عصره ليمونتين كبار يعني تقريبا ربع كوبايه ليمون، وعليها كمان زيها ربع كوبايه زيت، وعليها معلقه كبيره كبيره ما تستخسريش من مستردة، وعليها شويه ملح وفلفل اسود. تتبيله سهله جدا وبسيطه، ولكن الشبت بيديكي طعم حلو جدا 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 للتتبيله دي. بصوا مستردة ما تستخسريش اهي، وبعد كده معلقه بقى توم، يعني حبه توم كده حلوين شايفين، معلقه صغيره توم، وابتدي بقى تبلي الملح والفلفل الاسود بتاعك، وروقي بقى رخامتك وتعالي تبلي الجمبري بتاعك. التتبيله دي مش بتحتاج ان هي الجمبري يقعد فيها مده طويله، ولكن هي كبيرك قوي 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه بالكتير جدا، وتبتدي ان انت تشتغلي فيها. بصوا شكل التتبيله عامل ازاي، تحفه. عايزه اقول لكم ريحه المستردة مع الشبت خطيره. احشي بقى الظهر اللي انت فتحتيه دوت اللي هو اللحم اللي ظاهر قدامك، وما تنسيش خطوه ان انت بعد ما تفتحي الظهر تشقي الجمبري شقه على الهامش مش شقه للاخر عشان ما تهريش من الجنيب. شايفين التتبيله، بصوا هقرب لكم دلوقتي شوفوا المنظر، لون المستردة خطير يا بنات. زي ما احنا شايفين انا حشيت البطن كويس جدا، ولو بقى بقيت تتبيله معاكي او اي حاجه يعني حطي في الراس بقى بتاعته، راس الجمبريه نفسها. عاوزه اقول لك اوعي تشيل الراس، الراس نفسها اولا بتخلي الجمبريه هي والديل بتخلي الجمبريه ما تبرمش معاكي وتلف. بصوا شكلها تحفه. تاني حاجه الراس دي اصلا مع الصوص اللي احنا هنعمله بتبقى فظيعه فظيعه، جربيها بنفسك وهتعجبك. هاتي هنا بقى ربع كوبايه من الزيت، عليها معلقه بردك كبيره من المستردة، عصره ليمونه كبيره تكون مليانه ميه زي ما احنا شايفين، قلبيهم في بعض كويس جدا 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 جدا. الصوص ده هو اللي هيربط معايا الكريمه بتاعتنا. اركنيه بقى على جنب، ويلا تعالوا بقى على البوتاجاز نجيب طاسه نحط فيها معلقه زبده محترمه. اول ما تسيح ابتدي انزلي بالجمبري من ناحيه الحياء بتاعك التتبيله بتاعتك. شايفين انا بس بسيح الزبده، البوتر فلاي اساسي زبده، اوعي تروحي تعمليه بزيت او اي حاجه تانية. الزبده بيديله طعم يا بنات رهيب. اضغطي عليها كده شايفين علشان ما تلفش معاكي تاني، هتفضل زي ما هي مفروده اهي. اضغط عليها ضغطه واحده بس مع السخونيه بتفضل مفروده. اعملي حبه حبه، يعني انا عامله نص كيلو عملتهم على طاستين على ثلاثه. هدي النار خليها وسط معاكي وبراحتك جدا، محدش مستعجلك ولا وراكي حاجه. اقلبي على الوش التاني، هي دقيقة اقل من دقيقة. الجمبري احنا عارفين ان هو ما بياخدش اصلا وقت في التسوية. بس كده هبتدي ان انا اطلع دول وانزل اللي وراهم وهكذا. هدي بس اهم حاجة النار بتاعك تبقى وسط. شايفين انا بضغط ازاي بالاستيول عليها عشان ما تتلفش معايا. هطلع بقى، بصوا دقيقة من الوش ده ودقيقة من الوش التاني واطلعها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا انا بصلح الكاميرا بتاعتي اليومين دول، يعني ان شاء الله خلاص هتصلح، فبعتذر لو الفيديوهات اللي فاتت ما كانتش الجوده بتاعتها يعني على قد المستوى بتاع جمهوري، يعني فانا اسفه جدا وبعتذر، ولكن ساعات الظروف بتحكم لغايه ما ايه الدنيا تظبط معايا. هنا معايا شويه زبده ثاني، حسيت الطاسه بتاعتي هتنشف فابتديت ان انا احط شويه زبده.
شايفين بضغط عليها ازاي؟ ضغطة خفيفة. بصوا شكله رهيب يا بنات، رهيب. لسه دلوقتي هنعمل كريمة تحفة تحفة تحفة. خلاص كده هخلص الكمية بتاعتي وطلعتها كلها، وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. طلع بس دول كده ونشوف الخطوة اللي بعد كده. قمر، عاوزة اقول لكم اصلا الريحة كانت تحفة. الشبت مع المسطر ده مع الزبدة رهيبة. بس كده بصوا بقى البهاريز دي، طبعا الطاسة عندي صغيرة وانا عايزة اعمل الصوص بتاعي، فهنقل الطاسة. شايفين شكله عامل ازاي؟ هنقل الصوص بتاعي بقى في طاسة اكبر، وهزود عليه زبدة علشان ابتدي بقى ان انا ايه اعمل الكريمة اللي هغطس فيها الجمبري بتاعي. الجمبري من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا، فركزي فيها علشان خاطر لو استوت معاكي بزيادة هتشد معاكي وتجلد. شايفين الصوص اللي نزل؟ هنزل بقى عليه بالربط اللي احنا عملناه وركناه من شوية، اللي هو الليمون مع الزيت مع المستردم، وابتدي ان انا اشوحه مع البهاريز اللي طلعت. وهنا كنت بقلي السمك بقى في العين التانية، وعملت شوية رز صيادية، والدنيا معايا كانت جميلة وكانت غدوة هنشوفها في اخر الحلقة حلوة جدا. عندي علبة كريمة طهي صغيرة هنزل بيها، وهبتدي من لبن بقى مية من الحنفية انزل بقية البهاريز اللي جوه العلبة. انا حطيت مية، وابتدي ان انا اقلب لغاية ما تاخد غلوة، وانزل بالجمبري بتاعي ياخد غلوتين معايا في الكريمة دي. بصوا غطسه كده اهوت، فظيعة فظيعة فظيعة. عندي الولاد اكلوا الكريمة قبل الجمبري، شايفين شكلها بيتكلم عن نفسها. قدميها بقى في الطاسة زي ما هي، قدميها في طبق تقديم براحتك خالص، اهم حاجة بس تخليها تاخد غلوة. الغلوة ما تكملش دقيقتين تلاتة، تحس ان الصوص تقل يعني. بصوا يعني تقل شوية شوية، مش تقل اللي هو ربط قوي، لا لا لا. انزلي بالبهاريز دي كلها، الحاجات دي مهمة جدا. انا الجمبري ده يعني ولادي بمصمصه الراس والدلو. بصوا الخلطة دي اللي الجمبري فيها بتنسف عندي. لما بعمل حلقة الشكل بيبقى باين وبتبقى واضحة، ولما بعمل حاجة وبتبقى مش حلوة بقول لكم ما تجربوهاش تاني. دي تاني مرة ليا في الجمبري البوتر فلاي، فظيع. شوية الصوص ده مع شوية رز بس كفاية، عاوزة اقول لكم خطير. قدمي بشكل حلو، طبق شكله حلو. ده كان غدانا النهاردة، عملت شوية سلطة وعملت طحينة وعملت شوية رز وسمك مش كتير، وكان طبق الجمبري القمر دوت. اكتبوا لي في كومنتات ايه رأيكم في شكل الجمبري بتاعي، ولو جربتيه اكتبي لي رأيك في كومنتات فيه. لو وصلتي معايا لغاية هنا ولسه ما حطيش لايك للفيديو، حطي لايك للفيديو عشان تعلي مستوى الفيديو بتاعي. ولو لسه مش مشترك في القناة، حابة جدا تكوني واحدة من عيلتي، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي وصفاتي بمنتهى السهولة. واستنوني بحلقة جديدة وفيديو جديد. تصبحوا على ألف خير يا فرلان.